نطل بكم خلال هذه الحلقة من نوافذ دمشقية على تنظيم الدولة يبادل المدنيين بأسراه لدى الثوار أسوة بنظام الأسد، تقرير خاص يكشف عن أكاديمية لتدريب المجاهدين في الغوطة. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ مشاهدينا الكرام هذه الحلقة من برنامج نوافذ دمشقية باستعراض أهم الأحداث الميدانية في دمشق وريفها خلال الأيام الماضية. الأربعاء، الثوار يستهدفون حاجز الأمن السياسي في حي برزة بعد إساءة واستفزاز عناصر الحاجز للنساء والأهالي. جرحى مدنيون نتيجة إلقاء المروحيات براميل متفجرة على دارية ومعظمية الشام. اشتباكات متقطعة بين الثوار وميليشيا الأسد على أطراف منطقة الديرخبية. الثوار يدمرون تحصينات لميليشيا الأسد في منطقة تل الصوان ويقتلون عدداً من عناصر الأسد. شهداء وجرحى في بلدة دير العصافير جراء غارات جوية روسية. قصف مدفعي يستهدف دوما وزملكا وبيت نايم والأشعري وأوتايا يسقط جرحى من المدنيين. استشهاد المواطن محمد صالح من أبناء مدينة الزبدان المهجرين إلى مضايا بسبب نقص الغذاء بعد يومين من استشهاد زوجته لذات السبب. الخميس، اشتباكات بين الثوار وميليشيا الأسد في المنطقة الفاصلة بين دارية ومعظمية الشام، قتل خلالها 5 من عناصر الأسد. استشهاد طفل نتيجة الجوع في معظمية الشام في ظل الحصار المفروض من قبل الميليشيات الشيعية. الثوار يستهدفون معاقل الأسد في بلدة الريحان بالقرب من سجن دمشق المركزي بالرشاشات الثقيلة. جيش تحرير الشام المتهم بمبايعة تنظيم الدولة يقتل والدة أحد المنتسبين إلى جيش الإسلام خلال استهدافه لمجاهدي جيش الإسلام في الضمير بالقلمون الشرقي. استشهاد طفل في مدينة التل إثر انفجار قنبلة أمام أحد المنازل. شهيدان في مضايا نتيجة نقص الغذاء والمساعدات الأممية تزحف ببطء. الجمعة، الثوار يقتلون 10 من عناصر الأسد ويعطبون دبابة في جبهات المرج. اشتباكات بين الثوار وميليشيا الأسد في جبهة حتيتة الجرش. 8 شهداء جراء قصف مروحي استهدف مسجداً في بلدة دير العصافير أثناء صلاة الجمعة. 5 شهداء وعدد من الجرحى في مدينة دوما جراء قصف المدنيين بقذائف عنقودية. شهداء وجرحى في حموريا وزملكا نتيجة استهداف المساجد أثناء صلاة الجمعة بالمدفعية. ميليشيا الأسد تعلن السيطرة على سكة القطار ومضخة البترول وثنية حيط والعزم في القلمون بعد معارك مع تنظيم الدولة. استشهاد 3 مدنيين بسبب الجوع ونقص المواد الطبية في مضايا المحاصرة. السبت، اشتباكات بين الثوار وميليشيا الأسد في محور حاجز البلدية ومسجد الغفران بحي القابون الدمشقي. الثوار يقنصون عنصراً من ميليشيا الأسد خلال اشتباكات في تل الصوان بالغوطة الشرقية. شهداء وجرحى في دوما ودارية وعين ترما جراء القصف الجوي والمدفعي. الأحد، الثوار يسيطرون على عدة مزارع في منطقة المرج ويقتلون 60 عنصراً من ميليشيا الأسد. مدينة التل تدخل اليوم 180 من الحصار على يد ميليشيا الأسد والفصائل الشيعية. الاثنين، الثوار يدمرون مدفعاً لميليشيا الأسد على جبهة حي جوبر الدمشقي. الثوار يقتلون عدداً من عناصر الأسد في جبهة طريق دمشق حلب. إصابة عدد من المدنيين برصاص قناصة تنظيم الدولة في بلدة يلدى جنوب دمشق. اشتباكات بين جيش الإسلام وما يسمى بجيش تحرير الشام المتهم بمبايعة تنظيم الدولة في مدينة الضمير بالقلمون الشرقي. وقد بث الناشطون خلال هذا الأسبوع مقاطع مصورة متنوعة للأحداث الميدانية والعسكرية،
نتابع بعضا منها. الله أكبر. مني كتب حتى يفوت ما تفوت. فتشنا فتشنا الحطب فقشنا شو الحطب شنا والضربة اللي اجانا بغتة ما عرفنا منين اجا شلون كيف ليش مدني لا هو عرفنا شلون خايد حرب ولا ما تلاقي عرفنا شلون غير واحد اجاد ضرب هو ايه مدني لا جنبه ولا هذا المحل في شيء سلاح في شيء اعوذ بالله صور سلاح على الدهان والمفكات هذا كله سلاح صور لي المأشر سلاح هذيك كبيرة أيوة هذيك سلاح شوف لي السخانات دول كلهم سلاح سطل الزبالة اللي كوك سلاح إن شاء الله بيمسوا بشار بيمسوا الضربة هي عشوائية القصد منها تهجير أهل المنطقة أو قتلهم أو الصلح بالإذعان لذلك باقونا في أرضنا ماضونا في طريقنا النصر أو الشهادة وهي الطيارة سمعتوا؟ وللوقوف على تطورات الأوضاع في الريف الدمشقي ينضم إلينا من الغوطة الشرقية مازن الشامي مدير وكالة قاسيون في دمشق وريفها. حياك الله أخي مازن. بداية لو وضعتنا في صورة التطورات الميدانية في الريف الدمشقي عامة. نعم حياكم الله. حقيقة سوف أبدأ من مكان تواجدي في الغوطة الشرقية حيث جرت معارك واشتباكات اليوم على عدة محاور وخاصة على محاور منطقة المرج وفي منطقة حوش الفارة شمال الغوطة الشرقية. استطاع ثوار الغوطة اليوم من تدمير تحصينات قوات النظام على جبهة حوش الفارة وذلك بمدفع محلي الصنع من عيار 120 كما تم تدمير أيضا اليوم ومساء أمس دبابة على جبهة المرج وقتل وجرح العديد من قوات النظام. بالنسبة للغوطة الغربية اليوم هناك أيضا معارك واشتباكات عنيفة وخاصة على الجبهة الجنوبية لمدينة المعظمية كما تعرضت المنطقة الفاصلة بين دارية والمعظمية للقصف بصواريخ الأرض أرض وبقذائف المدفعية الثقيلة. استطاع النظام حقيقة يعني وبكل صراحة من السيطرة على جزء كبير في من المنطقة الفاصلة بين دارية والمعظمية حيث وصل بالفعل إلى الساتر الترابي. طبعا النظام منذ أكثر من شهرين يحاول فصل المعظمية ودارية تحت وذلك بعد استخدام تعزيزات ضخمة من قواته وقوات حزب الله من أجل فصل المدينتين عن بعض. طبعا بالنسبة للأحياء الشرقية للعاصمة دمشق اليوم كان هناك قصف مدفعي استهدف أطراف حي جوبر الدمشقي بالتزامن مع اشتباكات على عدة محاور. استطاع الثوار اليوم في حي جوبر من تدمير مدفع مع سكته المتحركة في محيط الحي إضافة لجنوب دمشق جرت صفقة تبادل بين لواء ضحى الإسلام ونظام الأسد. طبعا هذه المفاوضات أو صفقة التبادل تقضي بتحرير 8 معتقلين من قوات أو من المدنيين الذين اعتقلهم النظام عبر وسطاء من لجان المفاوضات في يلدا. طبعا المفاوضات هي أو الشيء المهم هو تسليم الشبيح يوسف توفيق شبيب إلى النظام الذي أسره لواء ضحى الإسلام قبل عدة أيام على جبهة الأربع مفارق في بلدة يلدا. نعم يعني لو عدنا إلى الغوطة الشرقية والمعارك المحتدمة في جبهة أو جبهات المرج وأيضا تل الصوان خلال هذا الأسبوع كانت هناك عملية نوعية للثوار في جبهات المرج قتل إثرها 60
عنصرا من عناصر ميليشيا الأسد. ما هي صورة هذه المعركة تحديدا؟ حقيقة يعني النظام يوميا يستقدم تعزيزات إلى المنطقتين الساخنتين في ريف دمشق، دارية أولا والغوطة الشرقية ثانيا. النظام يحاول يعني أن يحاصر الغوطة الشرقية كما يحاصر مضايا الآن، وذلك عبر احتلاله للمزارع والبساتين في الغوطة الشرقية. الآن النظام يتقدم في البساتين والمزارع، لكن الثوار في اليومين الماضيين قاموا بشن هجوم شرس على قوات النظام، وقاموا بتحرير أكثر من 6 مزارع والتقدم إلى الأمام عشرات أو مئات الأمتار. طبعا تم التأكد في هذه العملية من قتل 60 عنصر من قوات النظام وجرح العشرات منهم، إضافة لتدمير دبابة وعربة بي ام بي. طبعا هذه المعارك كما ذكرنا جرت خلال هجوم معاكس شنه الثوار على نقاط تمركز النظام الذي حاول التقدم للسيطرة على مواقع جديدة. والشيء المهم الذي يحاول النظام السيطرة عليه هو تل فرزات. حقيقة إذا استطاع النظام احتلال تل فرزات، هذا التل يعني يطل على أكثر من 75% من الغوطة الشرقية. هذا يعني أنه سوف يستطيع قنص المدنيين المتواجدين وسط الغوطة. الحمد لله الثوار منعوه من التقدم والسيطرة على هذا الموقع. نعم، يعني أشرت من خلال حديثك إلى نية النظام محاصرة غوطة دمشق لتصل إلى ما وصلت إليه مضايا والزبداني ومعظمية الشام وهذه المناطق المحاصرة حصارا كثيفا. مدينة التل تعاني أيضا من حصار بلغ إلى حد تقريبا 180 يوما من هذا الحصار. ما صورة الوضع الإنساني في التل؟ يعني حقيقة وبكل صراحة لا تزال المدينة تقبع تحت حصار، وذلك لليوم 191 على التوالي في مدينة التل. يعني ربما إذا ذكرت لكم أعداد المدنيين المتواجدين هناك، حقيقة ربما الكل يخاف من كارثة الحصار. هناك أكثر من مليون مدني معظمهم نساء وأطفال وكبار في السن محاصرين داخل مدينة التل في ظل انعدام المواد الغذائية الطبية والمحروقات والغاز والطحين. حواجز النظام اليوم لا تسمح بخروج المدنيين من المدينة باستثناء السماح فقط للطلاب والموظفين الذين يذلون عندما يخرجون من المنطقة. اليوم وفي وبالتحديد اليوم يعني هناك إشاعة عن فك الحصار عن مدينة التل واتفاق النظام مع الثوار المتواجدين هناك، لكن حقيقة هذا غير صحيح. تضييق الخناق على المواطن وتشديد الحواجز ورمي ما يحضره المواطن، يعني تصور الطالب أو الموظف عندما يحاول أن يأتي بربطة خبز تقوم الحواجز بأخذ ربطة الخبز ورميها في القمامة لمنعها من إدخال أي مادة غذائية للمحاصرين في المدينة. نعم، أشكرك جزيل الشكر مازن الشامي مدير وكالة قاسيون بدمشق وريفها، كنت معنا من الغوطة الشرقية، شكرا جزيلا لك. أوجه التشابه بين نظام البعث الأسدي وتنظيم الدولة المعروف باسم داعش كثيرة ومتنوعة، فمن سياسة الإقصاء والتخوين لكل مختلف معه، إلى القسوة والوحشية في القتل والتنكيل، إلى منع وسائل الإعلام المستقلة من تغطية الأحداث في مناطق السيطرة، يبرز وجه آخر من أوجه التشابه أشد حلكة ودناءة، وهو تبادل الأسرى من المدنيين في يد تنظيم الدولة بأسراه من المقاتلين والعملاء لدى الثوار. آخر عملية من هذا النوع أجراها جيش الإسلام مع تنظيم الدولة وقعت في جنوب العاصمة في إطار لملمة تنظيم الدولة لأوضاعه استعدادا لمغادرة المنطقة وتسليمها لميليشيا الأسد. وتمكن جيش الإسلام من إخراج 11 مدنيا من سجون تنظيم الدولة مقابل 11 عنصرا من عناصر التنظيم. نتابع. تحدثنا عن عملية المبادلة التي تجري الآن بين جيش الإسلام وتنظيم داعش في جنوب دمشق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. طبعا هذه المبادلة تأتي في إطار حرصنا على دم المسلمين جميعا، فبعد المفاوضات كلها صار في عنا خطوة باتجاه تبادل أسرى من داعش متورطين مقابل مدنيين لا علاقة للجيش الإسلام بهم إلا من دافع الأخوة الإسلامية. ما العدد الكلي
للأشخاص الذين تم إخراجهم من جهة جيش الإسلام ومن جهة تنظيم الدولة؟ طبعا بعد جهد كبير قام به لجنة المفاوضات وشباب جيش الإسلام مشكورين، قاموا بمبادلة 11 شخص متورطين من داعش، كانوا أمنيين لداعش، مقابل مدنيين ليس لهم علاقة بجيش الإسلام، كمان 11 شخص، من بينهم قيس الشامي الإعلامي المعروف، والحمد لله تم اليوم مبادلتهم. جنوب دمشق بلدة يلدا معبى شارع بيروت. الله أكبر. استلام جنوب دمشق. جولة تبديل أسرى بين تنظيم الدولة وجيش الإسلام في جنوب العاصمة دمشق. تبديل أسرى مدنيين. مرون مرون. أي شباب. الحمد لله أسرى متوقع. الله أكبر. تحرير المدنيين في بلدة يلدا من قبل جيش الإسلام حاجز العروبة. فرحة المدنيين بخروج الأسرى لدى تنظيم داعش. وللحديث في عدد من القضايا التي تمس دمشق وريفها ينضم إلينا من الغوطة الشرقية الشيخ سعيد درويش أحد أعيان الغوطة الشرقية. شيخ سعيد، بداية، كيف تراقبون من الغوطة الشرقية ما يجري في مضايا ومعظمية الشام والزبداني والبلدات المحاصرة على غرار مضايا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أجل أخي، الإخوة في مضايا والزبداني وداريا والمعظمية أو المعظمية معظمية الشام، هذه الأماكن التي تحاصر حصارا شديدا كما هو الحال عندنا، وفي بعض مناطق أكثر من الحال عندنا، لأن الله سبحانه وتعالى قد أكرمنا ببعض الأمور التي جعلت الأمر عندنا أسهل مما كان قبل، كاتساع البقع الخضراء عندنا والتي يحاول الآن النظام أن يأخذها من خلال معارك المرج. فنحن ثابتون بإذن الله سبحانه وتعالى، وفيما بيننا من المحبة ما يجعلنا بإذن الله عز وجل ننتصر على عدونا، فإنما يكثر الإنسان ويتكثر عدته بمحبته لإخوانه، ويقل الإنسان ويضعف عددا وعدة عندما يكون مفترقا مع إخوانه، صلى الله سبحانه وتعالى أن يجمع صفنا أكثر فأكثر. شيخ سعيد، وجهت أكثر من نداء لأهالي العاصمة دمشق، وحذرت من تكرار السيناريو الذي يجري لأهل السنة في المقدادية وفي ديالى في العراق، هل نتحدث عن نداء في الوقت الضائع؟ بارك الله فيكم أخي. بالنسبة للشام ودمشق فهي حقيقة قرة العين، ونحن نحبها محبة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وما حبنا لها إلا لأنها فازت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها فقال: اللهم بارك لنا في شامنا. أقول لأهل الشام، يا أهل الشام، انتفضوا على ظالمكم، فإن ما يحدث عندنا في الغوطة بل ما يحدث في عموم سوريا وفي العراق اليوم من مجازر رهيبة بأهل السنة والجماعة ليس بعيدا عنكم، لأن ما يحدث إن كان سببه الظلم فظلم عندكم أكثر، وإن كان سببه الفواحش فالفواحش عندكم أكثر، والله عز وجل يمهل ولا يهمل. نطلب من علماء الشام، من رجال الشام، من شباب الشام، أن ينتفضوا على رأس الأفعى الموجود عندهم، ويكونوا بإذن الله سبحانه وتعالى عونا لبقية المسلمين في سوريا على هذا الظالم، وإخراجه من أرضنا، إخراجه من بلادنا،
لابد لأهل الشام أن ينتفضوا قبل فوات الأوان، فإنه إذا انتهى منا أهل الريف وانتهى ممن انتفض عليه، فإنه لن يترك الشام وشأنها، ولا أهل سنة في الشام وشأنهم، ولا علماء الشام ولا قراء الشام ولا فقهاء الشام وشأنهم، بل إنه سيتابعهم واحدا واحدا حتى يقضي عليهم جميعا. في إطار الجهود التوحيدية يأتي اجتماع الهيئتين الشرعيتين في الغوطة الشرقية. أولا، لماذا نتحدث عن هيئتين وليس عن هيئة واحدة، وما أهمية هذا الاجتماع الذي أجري؟ لله الحمد أخي، كما تقول اجتمعت الهيئة الشرعية لدمشق وريفها والهيئة العامة في الغوطة الشرقية، وكان اجتماعا طيبا مباركا، واتفق الفريقان على أنه لا يستطيع أحد الفريقين أن يقود هذه الثورة دون أن يعتصم مع أخيه بحبل الله. الشيء الطيب أن الهيئتين اللتان يعني صار لهما وقت طويل في هذه الثورة، الهيئة الشرعية لدمشق وريفها تضم عددا كبيرا من طلاب العلم وخطباء وأئمة وشرعيي الغوطة الشرقية، أصحاب التيار الأشعري الصوفي. يعني سامحني إذا تكلمت بهذه الطريقة، ومع أني والله لا أحب أن أذكر هذا الكلام، لكن لأبين حقيقة لا بد من بيانها. هذه الهيئة دمشق وريفها التي تضم هذا التيار، وأختها أو أختها الهيئة العامة التي هي يعني رأس التيار السلفي الذي يعني لله الحمد له خير كبير في الغوطة الشرقية، وله أثر أيضا بالغ في هذه الثورة. بكل صراحة، الشيء الجميل أن هذا اللقاء كان وديا حميما، اتفق الفريقان واتفق الإخوة من الهيئتين على أن يكون بإذن الله سبحانه وتعالى يدا واحدة في الوقوف أمام هذا الظالم الذي سعى بالأعوام الماضية العقود الماضية أن يفرق ما بين أهل السنة والجماعة. وبإذن الله سبحانه وتعالى خلال الأيام القادمة ستسمع بإذن الله عز وجل أنت وكل الأخوة المشاهدين والمستمعين بإذن الله سبحانه وتعالى أن هناك عملا طيبا سيكون ما بين الهيئتين. أما سبب وجود الهيئتين فكما قلت لك، كل تيار في ابتداء هذه الثورة التف حول بعضه وجمع بعضه بعضا، فكانت الهيئة الشرعية لدمشق وريفها وكانت الهيئة العامة. في الفترة الأخيرة لوحظ أكثر من عملية لتبادل الأسرى بين تنظيم الدولة وبين الثوار. الملفت أن الأسرى لدى تنظيم الدولة معظمهم إن لم يكن كلهم من المدنيين ومن كبار السن. كيف تقرأ هذا بالمقارنة مع وضع الأسرى لدى نظام الأسد ونوعية أيضا الأسرى لدى نظام الأسد؟ بالنسبة لما كان من تبادل الأسرى بين المجاهدين جيش الأبابيل وجيش الإسلام من جهة والدواعش من جهة أخرى، كان هناك أسرى عند الدواعش هم مدنيون كما هو الحال عند النظام. من هم الأسرى عند النظام؟ أغلبهم أكثر من 90% من الأسرى الموجودين عند النظام نساء وأطفال ورجال لا علاقة لهم بالمجاهدين. كذلك الحال الأسرى عند الدواعش في جنوب دمشق أغلبهم أكثر من 90% منهم إنما هم من المدنيين، وهذا يدل دلالة كبيرة أن أوجه الشبه بين النظام والدواعش تتفق في كثير من الأمور، بينما تجد أن الأسرى عند المجاهدين إنما هم ممن حملوا السلاح في وجه إخوانهم وقاتلوهم واستباحوا دماءهم واستباحوا أعراضهم وأموالهم. أخي، فتنة الدواعش هذه فتنة عظيمة جدا، لكن نحن نطلب من كل المسلمين من كل من ينظر إلى الواقع في الثورة السورية نظرة إنسان عدل. عدونا النظام الأسدي من اليوم الأول الذي حاربنا فيه كان يدعي أن من يحارب إنما هم غلاة، إنما هم متطرفون، إنما هم كذا وكذا، ثم رأينا بأم أعيننا كيف أن إيران وروسيا والنظام العالمي ساعد على نمو التطرف في بلادنا. نحن على يقين بإذن الله سبحانه وتعالى أن مخططاتهم جميعها بإذن الله سبحانه وتعالى ستفشل بوعي المسلمين في عموم أرض الله تبارك وتعالى. الشيخ سعيد درويش من أعيان الغوطة الشرقية، أشكرك جزيل الشكر لمشاركتك معنا، كنت معنا من الغوطة الشرقية.
محاولة الوصول إلى مرحلة متقدمة من التهيئة العسكرية كانت سبباً من أسباب إنشاء أكاديمية عسكرية متخصصة في الغوطة الشرقية لتزويد الفصائل الثورية بالمجاهدين المدربين وسد هذه الثغرة وحمل هذا العبء عن الفصائل المنشغلة بالمعارك على الجبهات الحقيقية. مراسلنا منصور أبو الخير زار الأكاديمية وأعد هذا التقرير. بعد 3 سنوات من الحرب ضد قوات النظام تسعى الفصائل العسكرية المقاتلة في سوريا لتنظيم وتطوير عملها لتستطيع مواكبة تحول سير المعارك هنا، فكان للمدربين العسكريين الإخصائيين دورا في هذا التنظيم. بعد تحول سير الثورة في سوريا من السلمي إلى العسكري، وبعد تحول معارك المجاهدين من حرب العصابات وحرب الشوارع غير منظمة إلى حرب جيوش منظمة، وبعد تنظيم هذه المجموعات الصغيرة إلى كتائب وألوية، كان لابد من إعداد هؤلاء المجاهدين وتدريبهم. فقمنا نحن مجموعة من المدربين بإعداد هؤلاء المجاهدين وتدريبهم بدنياً وعسكرياً. فقمنا بجمع أنفسنا وتشكيل سرية خاصة تقوم بإعداد المجاهدين وتدريبهم ورفع مستواهم. ومع استمرار الأيام وتطور العمل العسكري أصبحت الفصائل في سوريا ضمن تشكيلات واحدة. كان لسرية أكناف بيت المقدس دور في هذا، حيث قامت السرية بتطوير نفسها إلى أكاديمية أكناف بيت المقدس في عموم سوريا، وكانت السرية ضمن هذه الأكاديمية في الغوطة الشرقية. حيث تقوم أكاديمية أكناف بيت المقدس للتدريب العسكري للقيام بمعسكرات تدريبية لهؤلاء المقاتلين ليستطيعوا خوض هذه المعارك ومجابهة هذه القوى التي اجتمعت ضدهم، بعد أن قام النظام بالاستعانة بخبرات روسية وكورية وإيرانية ليحرز تقدما على الجبهات. حيث تنشط هذه الأكاديمية في عموم سوريا وخاصة في الغوطة الشرقية، حيث تقوم السرية التابعة لها بتدريب المقاتلين على الفنون القتالية والتكتيك والاقتحام، وتقوم بتجهيز سرية ومجموعات خاصة لاقتحام المقرات الأمنية. كان معكم منصور أبو الخير، الغوطة الشرقية المحاصرة. ختام هذه الحلقة من برنامج نوافذ دمشقية، على أمل اللقاء بكم مجددا في حلقة الأسبوع المقبل. هذه تحية من فريق البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.